كده. عموما هنروح مع بعض لجوهانسبرج، من امريكا الى جوهانسبرج حيث كانت بعثه الاهلي تتابع الحدث الكبير وتستعد الحدث ايضا كبير. زميل كريم احمد موفد قناه الاهلي الى جوهانسبرج، مساء الخير يا كريم، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اتفضل يا كريم، تحياتي وتحيات المهندس عدلي القيعي، اتفضل. كل التحيه وتقدير ليك باشمهندس عدلي، كل التحيه للاستاذ ابراهيم منيسي، لكل جمهور النادي الاهلي العظيم. بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا للجهاز الفني بمشيئه الله ان شاء الله في مباراه اورلاندو، اللي اكيد مباراه مرتقبه ومباراه تحضير فني وتحضير اداري، امور عديده جدا بالتاكيد هنبدا فيها مع الكابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي. بنرحب بيك في البدايه اكيد يا كابتن سامي، موفقين ان شاء الله باذن الله. مباراه لها حسابات عديده جدا ولها تحضيرات فنيه في اجواء صعبه، في مناخ، في حراره، في امور عديده جدا. جمهور النادي الاهلي منتظر يسمع كابتن سامي مصطفى عن التحضيرات وعن الاجواء هنا في جوهانسبرج. طبعا تحياتي للباشمهندس عدلي والاستاذ ابراهيم، مبسوط طبعا انا معاهم. زي ما انت قلت طبعا مباراه مهمه بالنسبه لنا، بطوله كبيره، بطوله قاريه، انت بطلها ان شاء الله تحقق انجاز برضو ان شاء الله. دايما النادي الاهلي بيسعى للانجازات دايما، النهارده ان شاء الله يبقى البطوله الثالثه على التوالي، يمكن ما حصلتش قبل كده في تاريخ الانديه كلها الافريقيه. اعتقد ان تحدي كبير بالنسبه لنا، اتمنى ان شاء الله نبقى البدايه الحمد لله كانت مطمئنه بالنسبه لنا في المباراه الاولانيه بنتيجه واداء كويس، ان شاء الله نقدر نكملها بكره ان شاء الله وتبقى استمراريه للاداء كويس وان شاء الله استعدت للبطوله تاني ان شاء الله. كل الصعوبات اللي بتقابل النادي الاهلي بنتمنى ان هي تكون دوافع بالنسبه لها، يمكن زي ما بنقول الطقس، الحراره، كل الامور دي. لعيبه النادي الاهلي عندها هدف، بطل افريقيا عنده هدف، المعنويات عامله ازاي يا كابتن سامي؟ اللعيبه مركزه ازاي؟ الاجواء اللي انت شايفها هنا عامله ازاي يا كابتن سامي؟ زي ما انت قلت البطل دايما ما بيجيبش مبررات دايما، الحمد لله احنا متعودين على كده واللعيبه متعوده على كده، بغض النظر عن الظروف اللي بتحصل او الجو او الفرق المنافسه اللي احنا بنلاعبها، عندنا زي ما انت قلت هدف معين بنسعى له ان احنا نحققه، نطمن بيه جمهورنا ونخليه يبقى دايما دافع لينا بعد ربنا. فاعتقد الحمد لله قدر طبعا طبيعي للعيبه النادي الاهلي، انت تلعب تحت اي ظرف من الظروف ديت. اعتقد اللعيبه عندها من الخبرات اللي بتاهلها اللي ان شاء الله تؤدي اداء مميز ونتيجه ان شاء الله تكون ايجابيه عشان نستعد برضو للبطوله اللي بعدها ان شاء الله. يمكن التدريب الاول بيكون مهم جدا وبنلمس فيه امور عديده جدا يا كابتن سامي، بنشوف رغبه اللعيبه رغم المشقه الكبيره جدا من الرحله الطويله جدا، لكن تدريب النهارده الحقيقه كان فيه فقرات متنوعه لكن كان فيه روح كبيره وكان فيه تركيز كبير، كل النهارده اجتهد بشكل كبير جدا. تتفق معايا في الامر ده ولا لا يا كابتن؟ اكيد طبعا، يمكن انت شفت وكنت موجود معانا ومع اللعيبه في الرحله حوالي قضينا حوالي من 12 14 ساعه، وكنا متمرنين الصبح، اللعيبه كانت بتتمرن الصبح برضو حاجه صعبه بالنسبه لنا. رجعنا الحمد لله بقى اللعيبه ريحت بشكل كويس، وزي ما انت قلت معنويات كانت عاليه جدا للعيبه، لان زي ما بتكرر كل مره بقول ان لعيبه النادي الاهلي مقدره المسؤوليه اللي هي اللي انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي، ومسؤوليه كبيره، جمهور والناس اللي بتبقى وراك دايما، فاعتقد ان كل دي بتبقى دوافع ليهم. واللعيبه الحمد لله الجيل ده بالذات حقق من الانجازات اللي هو كمل على انجازات الاجيال اللي قبل كده، واعتقد ان شاء الله بالبطولات اللي بيعملها والانجازات اللي بيعملها ان شاء الله يحقق تاريخ كبير، ويجي بعد كده ان شاء الله اجيال ثانيه تكمل اكتر واكتر النادي باذن الله. زي ما بنقول وبنكرر على طول، بنقول المجد المتكرر مش هتشوفه غير في النادي الاهلي، حدث عالمي، الكاس العالم للانديه، الكل النهارده كان يعني على حرص كبير جدا ان هو يتابع ويشوف المجموعه ويشوف الامور دي، الكل النهارده اللعيبه، الجهاز الفني. كابتن سامي بيمثل له ايه مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه بالقيمه الكبيره بالشكل الكبير في الولايات المتحده الامريكيه، سواء على المستوى الشخصي او على بقيمه النادي الاهلي كمستوى مجموعه كابتن سامي؟ خليني اقول لك طبعا مش عاوز اتكلم على المستوى الشخصي، انا عاوز اتكلم على بتكلم على النادي نفسه، يعني ان انت تكون موجود في الحدث دوت، اول مره تحصل في تاريخ الانديه كلها ان تعمل بطوله بالشكل ده، 32 فرقه من افضل الفرق الموجوده في العالم كله، ان انت تكون اسمك موجود فيها وموجود مشارك فيها بشكل كبير جدا وشكل الناس مقدره حجم النادي الاهلي واسم النادي الاهلي. اعتقد ان ده كان يبقى اكبر رد لكل الناس اللي كانت بتتكلم عن النادي او بتشكك في اي حاجه، يعني ان الناس بتتكلم على الاهلي ووجوده في الحدث كبير زي دوت، يعني اعتقد اكبر حاجه رد لكل الناس اللي بتتكلم عن النادي بالشكل او سواء يعني شكل بقى مغرض او شكل هو شايفه بطريقه مش مناسبه، لكن النادي الاهلي بيحقق مش لينا بس، مش للنادي بس، اعتقد لمصر وافريقيا. النهارده اللي انت بتمثل بطوله قاريه كبيره جدا بشكلها، اللي انت تبقى اول فريق مصري تشارك فيها، فاعتقد الحمد لله فخور جدا طبعا بكده، فخور للنادي اكتر. على المستوى الشخصي الحمد لله طبعا شرف كبير ان انت طبعا تبقى موجود في وسط انت بتلعب كاس عالم، يعني كاس عالم بشكله
كل حاجه بالتفاصيله كله بس عن طريق طبعا الانديه. فطبعا فخر جدا وبشكر طبعا النادي اللي اتاح لي الفرصه اللي زي ديت، يعني ان النادي دايما النادي الاهلي هو اللي بيكبر كل الاشخاص اللي بيبقوا منتمين ليه. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نكون على قد المسؤوليه ان احنا نحقق ان شاء الله حاجه كبيره لجمهورنا. انا عارف ان جمهورنا هو دايما اللي بيدفعنا ان احنا نحقق الانجازات ديت، ودايما جمهورنا اللي بيدينا الثقه وبيطمعنا ان احنا ان النادي الاهلي مش اقل من الفرق الموجوده ديت. ان شاء الله نروح لابعد مكان فيها ان شاء الله، ان شاء الله نكتب تاريخ كبير ان شاء الله لاسم النادي ان شاء الله. انتر ميامي بقول ياسر وربيع بقول له ذاكر بقى كويس عشان ميسي، عشان الامور صعبه جدا، قيمه كبيره جدا الحقيقه، ميسي لعيب عالمي محتاج مذاكره كبيره جدا يا كابتن سامي بالتاكيد. اكيد طبعا، يعني انت بتتكلم في افضل من واحد من لمس الكوره في تاريخ العالم كله، يعني عمر الرسول، يعني طبعا حدث كبير جدا، يعني انت الناس اللي انت كنت بتشوفها وكده النهارده انت بتنافسها، فده طبعا شرف كبير جدا وحجم كبير جدا. لكن خلينا نمشي واحده واحده، احنا الاهم بالنسبه لنا المباراه بتاعت بكره، اهم بالنسبه لنا البطوله الانتر كونتيننتال اللي بعدها، بعدين ان شاء الله لما يجي بقى ان شاء الله الحدث دوت ان شاء الله يكون ان شاء الله اتدعمنا بشكل افضل كمان، وعندنا ان شاء الله لعيبه تكون خدت خبرات كبيره اكتر، ان شاء الله تحقق طموحنا وطموح جمهورنا وادارتنا، وان احنا ان شاء الله نروح لابعد مكان باذن الله. شكرا. شكرا. كل الشكر والتقدير والتحيه لكابتن سامي قمصان، زي ما بنقول يا باشمهندس عادل استاذ ابراهيم، الحقيقه حدث عالمي. اتفضل يا باشمهندس عادل. اتفضل يا استاذ ابراهيم. كريم، طمنا على الاصابات يا كريم، والموقف ايه بتاع اللعيبه وسام واشرف داري تحديدا؟ بطمنك يا باشمهندس عادل، النهارده الحقيقه يمكن كنت بقول لك يا كابتن سامي التدريب الاول بنلمس منه حاجات كتيره جدا، واللي لمسناه النهارده الحقيقه الجاهزيه التامه للثنائي اشرف داري وسام ابو علي، شاركوا في الجرعه التدريبيه الكامله اللي كان فيها سبرنتات، كان فيها كروسات، كان فيها التحامات، كان فيها امور عديده جدا بتطمنه، وبتشوف بنشوف من خلالها مدى الجاهزيه الطبيه. الجاهزيه الفنيه بالتاكيد موجوده، لكن اهم حاجه طبعا الجاهزيه الطبيه. درجه الحراره هنا صعبه شويه، تصل ل 36 و37، الرطوبه عاليه شويه، لكن الامور طيبه جدا بالنسبه طبعا للثنائي تحديدا وسام. يمكن ادى تدريب رائع النهارده، يمكن كمان كان مستر كولر مخصص كده فقره ليه، طبعا الضربات الحره اللي بتكون من خارج ال 18 وسام كان بيجيد فيها بشكل رائع ومميز جدا. اشرف داري ايضا كمان كان في يمكن بعض التدريبات المتنوعه فيها شوتنج على المرمى، حقيقه يمكن ادى اداء رائع ومميز جدا. الحمد لله رب العالمين، ده امر بيطمن الجهاز الفني وبيطمننا ان احنا عندنا كل اللعيبه يمكن اللي كانت عندها اصابات متواجده في مباراه مهمه جدا، مباراه لها حسابات ولها تحضيرات، الامور الحمد لله ماشيه بشكل رائع ومطمئن جدا. شفناه النهارده في التدريب، شفنا مستر كولر تحفيزه للاعبين، اتكلم معاهم على أهمية المباراة، قال كل الأجواء وكل الظروف وكل التحديات دي عايزين نقلبها دوافع وتكون دوافع لينا في أرض الملعب. فعشان كده بطمنك يا باشمهندس عادلي في حرص كبير، في مذاكرة كبيرة جدا، الراجل بيحاول إن هو يكون ملم بشكل كبير جدا عن طريق ياسين المكاري، الهايلايتس، الأمور طبعا اللي بتكون محاضرات الفيديو للعيبة الحقيقة بيجيد فيها نظري وبيجيد فيها أيضا كمان عملي في خلال التدريبات. يا رب يكون موفقين بمشيئة الله يا باشمهندس عادلي يا أستاذ إبراهيم بالنسبة للمباراة طبعا أورلاندو يوم السبت بمشيئة الله. كريم، لاحظنا في متابعة اللعيبة للقرعة من خلال الموبايل، هل حسيت بردات فعل معينه ليهم بعد لقاء انتر ميامي وميسي، ولا كان يتمنوا مين؟ والله طبعا يعني الشكل العام بتاع القرعه اللي احنا شفناه، لا في رده تام بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، يعني الكل طبعا بيتكلم على انتر ميامي المباراه الاولى، ناس بتتكلم على ميسي، على امور عديده جدا، لكن في رضا، في اكيد طبعا النادي الاهلي اي فريق كان هيواجهه كان ليه كل حسابات وليه تحضيرات، وكان هيبقى امر واقع بالنسبه طبعا للمجموعه، لكن مجموعه مرضيه شكلا، لكن على ارض الواقع ممكن يكون في اختلاف كبير جدا. ممكن اللي انت تقول ان هو ممكن يكون مستواه اقل شويه، او النادي الاهلي يقدر ان هو ند، لا ممكن تلاقي شكله مختلف، عشان كده محتاجه تحضير كبير لسه ليها وقتها بشكل كبير جدا، لكن هو حدث عالمي. عشان كده النهارده كان لابد ان احنا نتكلم مع اللعيبه، مع الكابتن سامي، نشوف اللعيبه بتفكر ازاي، بنشوف الرؤيه ازاي، نشوف امل وطموحات اللعيبه في كاس العالم للانديه، البطوله الكبيره جدا اللي بترفع اسم النادي الاهلي واسم مصر، وده امر مهم جدا يا باشمهندس علي. ما لمستش اي رد فعل عند مستر كولر او الكابتن حسام غالي او الكابتن رمضان؟ وكلهم كانوا بيتفرجوا، يعني كان مستر كولر كان بيتفرج على القرعه، كابتن حسام غالي يمكن الحقيقه كان بيتفرج لوحده، زي ما بقول لك في رضا تام على المجموعه وعلى القرعه وعلى الفرق طبعا اللي متواجده معانا، هي اختيارات لكن في رضا تام بالنسبه للعيبه. لكن اللي انا عايز اقوله يمكن ما خدتش وقت يا باشمهندس علي يا استاذ ابراهيم، موضوع القرعه على قد ما كان في تركيز كبير جدا لمباراه اورلاندو، ده امر مهم جدا بالتاكيد بقيمه النادي الاهلي وبحرص النادي الاهلي وبالخبرات المتواجده مع فريق النادي الاهلي. الكل كان بيتابع النهارده، الكل اتكلم، الكل حاول ان هو يقول ميسي حسين يمكن يهزر شويه اللي معاه ياسر مع رامي هتمسك ميسي ازاي، الامور دي كلها، لكن في نطاق بسيط جدا، في دقائق بسيطه جدا، التركيز الاكبر والاهم هو في مباراه اورلاندو اللي بنعمل بمشيئه الله باذن الله. مستر كولر يكون موفق جدا في اختيار التشكيل، في ادارته الفنيه، لان في صعوبات بالتاكيد على موضوع الطقس، بنتمنى ان شاء الله يكون في تعامل جيد جدا مع هذه المباراه. بكره التمرين في نفس توقيت المباراه، وقبليه في مؤتمر صحفي لمستر كولر، مش كده؟
بالتاكيد يا استاذ ابراهيم، يعني هقول لك اليوم غدا واحدة دورا هيكون الاجتماع الفني في استاد طبعا اورلاندو اللي هيستقبل المباراه، 2:30 هيكون المؤتمر الصحفي بحضور مستر كولر والكابتن شناوي، 3 عصرا موعد المباراه هو موعد التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي، ويعود بقى من بعدها الفريق هنا لفندق الاقامه، هيكون في محاضره فنيه اخيره، محاضره هايلايتس بتكون مهمه جدا بالتاكيد لفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله بكره يكون يوم جيد يستفيد فيه النادي الاهلي جرعه تدريبيه جيده، لعيبه بتحافظ على بعضها بشكل مميز جدا، في انكار ذات رائع جدا وكبير جدا لكل لاعبي النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله منتظرين توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع كل لاعبي النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم نرجع بنتيجه ايجابيه تسعد كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله يا كريم وشكرا جزيلا ليك. شكرا. شكرا جزيلا كريم احمد موفد قناه الاهلي الى جوهانسبرغ.